اليوم بدي اتصور على الحيط اليمين. ايه مش نافع حدا. هذا التصوير عن حيط بيت المرحوم امين العبد الله، اخو سعيد العبد الله، اللي كنا ولا نزال نستعمله كبرندة احتياطية. وهنا كان حياة سيدي طول أيام الصيف ينام هون في هاي الكرنة ويتحدث مع الجيران. وهذا هو العناب بتنشف فيه أم حسين، شايفين؟ ما شاء الله تنات دار عواد، هاي دار العبد الكاسم الحج بخيت. وهذه هي الحارة الفوقة من بعد العين. والله على زمن زيد الكاسم وعبد الكاسم كانت القهوة يعني غسيل أدوات القهوة
والقهوة اللي يعملوها كانت توصل لورا المضافي القناة، ما تنقطع طول النهار هم والليل قهوة. والله إن شاء الله في هاليومين ثلاثة أدهن الواجهة. هذه حوارة اللي كانت من الجامع وغربة في لزق الجبل، شوفوا لوين امتدت، لها وصلت كفر قليل واشتبكت مع أودلة وعورتها ومع بيتها من الناحية الشرقية والجنوب الشرقي. وهي طلع على راس زيد وعلى الصبات، وهذه المقبرة الله يرحم أمواتنا وأمواتكم جميعا يا مشاهدي. وهي جامع الحج راتب من هون شايفه. اليوم 11/9 اللي هو سبتمبر 11 الكارثة اللي اخترعها جورج بوش حتى يغير خريطة الشرق الأوسط، فالله يغيره يا الله.